جدا، عشان كده عايزين نفهم اكتر. معانا على التليفون الاستاذ حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزاره البترول. مساء الخير يا فندم، على حضرتك. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. موضوع عمل يعني زي ما نقول كده مشكله، او ناس كتير كانت، او حاله من الجدل، خلينا نقول ناس كتير كانت بتسال، او ناس كتير مستاءة. خليني في البدايه اسال حضرتك عن صحه هذه التصريحات الخاصه بتصدير الغاز لاسرائيل. اتفضل يا فندم. حضرتك هذه التصريحات؟ نعم، ايه هي التصريحات؟ ان احنا بنصدر الغاز لاسرائيل، او هنصدر الغاز لاسرائيل زي ما الخبر كان بيتكلم سياده. لا، هو مش هنصدر الغاز لاسرائيل. طيب. ده الخبر اللي موجود ان في شركه مصريه تعاقدت مع شركات بتشتغل في الحقول الاسرائيليه. ايوه. عشان خاطر تستقبل الغاز بتاع اللي موجود في الحقول بتاعتهم دي وتستخدمه سواء في تسهيل الغاز وتستفيد من البنيه الاساسيه الموجوده في مصر الشركه المصريه. وفي نفس الوقت ده اتفاق ما بين شركات، اتفاق تجاري. هذه الشركة المصرية بموجب قانون الغاز الجديد اللي طلع، وبموجب ان في جهاز تنظيمي لسوق الغاز، هتتقدم بطلباتها عشان تاخد الموافقة. حتى الآن لم يتم اعطاء اي موافقة. ده هو الخبر، صحة الخبر. لكن لا في تصدير من مصر اسرائيل. ده الخبر ان شركه مصريه قطاع خاص هتستورد او تستقبل الغاز من الحقول الاسرائيليه بعد توقيع اتفاق مع الشركات بتشتغل في انتاج الغاز من هذه الحقول. تمام. يعني احنا هنا بنتكلم شركه خاصه، لان البعض يعني كان مش فاهم ان هل هي الحكومه، هل هي وزاره البترول. يعني في ناس كتير مش فاهمه بالظبط كانت هذه النقطه. صحيح. صحيح. هو حضرتك دي ده اتفاق تجاري ما بين شركات خاصه في هذا الشأن. وبعدين عايزين نقول برضك ان الحاجه المهمه ان مصر حاليا بعد صدور قانون الغاز هي بتتوجه الى ان هي تبقى مركز اقليمي لتداول وتجاره الغاز. يعني يبقى في بيع، شراء، تصدير، استيراد، كل دوت المهم يحقق الميزه لمصر وتحقق لها ان هي تستغل البنيه الاساسيه القويه اللي موجوده عندها. احنا عندنا محطات اساله موجوده في ايدكو ودمياط دلوقتي قيمتها حوالي 15 مليار دولار، ده من شهر 2004 و2005. فبالتالي هذه المحطات اللي فيها طاقات للتصدير الغاز مثال، وبالتالي احنا المفروض ان بعد كده هيتم تحديد فيه مرور وفيه اساله، كل ده هيحقق قيمه مضافه للاقتصاد المصري. كويس جدا. اتفضلي. لا انا بسمع حضرتك كويس جدا، عشان بس الوقت. اشكرك جدا الاستاذ حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزاره البترول. يعني ده توضيح سريع، لان الموضوع كان ناس كتير زي ما كنا بنقول يعني كان عندهم علامه استفهام عليه، هي مصر هتصدر ولا تستورد من اسرائيل؟ يعني الموضوع ملوش علاقه بهذا الموضوع ليه علاقه بنتكلم هنا القطاع الخاص، وده امر طبيعي بيحصل في اي دوله يعني.